بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بكم أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة، واليوم راح نشرح يونت 105. عندنا اليوم يونت 105 اللي هو الكمباراتيف 1 chapter cheaper and more expensive. اليوم بهذا اليونت راح نحكي عن المقارنة، وأعتقد صيغة المقارنة ما أكو طالب ما يعرفها، مجرد إضافة ER إلى صفة. خلينا نكتب ملاحظة. صيغة المقارنة تستخدم في اللغة الإنجليزية وذلك من خلال إضافة الـ ER إلى الصفة. ويجب أن نضع بعد المقارنة ذان. هاي كلمة ذان لازم نخليها بعد المقارنة، وكلمة ذان هنا معناها من، مو من، من. يعني it's cheaper to drive than go by train، يعني هو يعني أرخص إن تسوق أرخص من ما تروح بقطار. طيب طبعا اذا تشوفون هنا امثله going by train is more expensive than ما طيب اكتبوا لي ملاحظه اخرى. إذا كانت الكلمة أكثر من 6 حروف يفضل أن نضع يفضل 6 حروف؟ نعم 6 حروف فما فوق، يفضل أن نضع يفضل أن نضع دائما مور قبل الكلمة. ست حروف وفوق في الغالب، بس هي مو قاعدة يعني اكو شواذ يعني. طيب فمثلا عندي cheaper، مثلا عندي هنا سيريوس، هاي كلمة صارت شوية أطول، صارت مور سيريوس، نخلي قبلها مور سيريوس أو مور اكسبنسيف يعني. سلولي 1 2 3 4 5 6، 6 حروف نخلي لها مور قبلها. دكتور يعني إذا كانت أقل من 6 نخليه ER، وإذا كانت 6 نخليه مور، صح؟ صح. وإذا كانت منتهية بواي نقلب الواي إلى I ونضيف ER، إذا كانت منتهية بواي نقلب الواي إلى I ونضيف ER. lucky luckier easy easier نقلب لا إله نضيف ER. اكتبوها بكم ملاحظة.
طيب هذا اليونت انتهى، يعني كل شيء تقريبا ما بي، يعني you are older than me more patient مثل ما تلاحظون. يعني كتبون ملاحظة هنالك كلمات شاذة، ال good will والله يصير better، ال good will والله يصير better، ال bad وال badly يصير worse، وال far وال farther يصير ال far يصير farther، ال far يصير farther. هذا اني حفظ يعني حقيقة هذا اليونت، يعني كل شيء ما بيهن بس دنا لا أكثر ولا أقل. يعني عفوا دكتور، بسكشن بي أكو كلمات يعني ذني حفظ من الدلالة على هذا ايه التعريف؟ مو دا مو دا اقول لكم علينا هسه، هو دا اقول لكم هذني الجود والويل والبتر، ذني شاذات، يعني هو قد اكتب لكم عليهم ملاحظة اقول ذني شواذ لازم نحفظهم حفظ. هذني تغييرات، يعني تتغير الكلمة كلها، يعني تتغير الكلمة، يعني good تصير well تصير better، يعني ما راح أصير gooder غلط، ما يصير أقول badler، لا ما يصير تغير كلها، يعني كلها تغير، ذني كلها تغير. هذا بالنسبة ليونت 105.